كتير من الأمهات بيبعتوا يسألوني عن استخدام المشاية في الأطفال، وكتير منهم بيسألني هل مسموح إن أنا أجيبها للطفل، ولو هجيبها له فأجيبها له من عمر كام، وهل هي فعلا بتساعد الطفل على المشي. عملت الفيديو ده النهاردة علشان أجاوب على كل الأسئلة دي. أهلا وسهلا بيكم على قناة طبيب أطفال، معاكم الدكتور محمد دسوقي أخصائي طب الأطفال وحديث الولادة. هكلمكم إن شاء الله النهاردة عن استخدام المشاية للأطفال. أول حاجة لازم أوضح أن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أصدرت توصيات بمنع استخدام مشاية الأطفال تماما للأطفال. أنا عارف أن بداية الفيديو هتكون صادمة لناس كتير جدا، لكن لازم أقول الكلام ده. فعلا الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أصدرت توصيات بناء على دراسات ومشاهدات كتيرة جدا لاستخدام المشاية في الأطفال، وأصدرت توصيات بمنع استخدام مشاية الأطفال. طيب ليه حصل كده؟ لأن من خلال الملاحظات والمشاهدات اللي شفناها لاستخدام مشاية الأطفال لقينا ليها أربع عيوب كبار جدا. العيب الأولاني، المشاية لما الطفل بيستخدمها ما بتخليهوش يعرف يبص للأرض أو يشوف رجله أو يشوف الأرض كويس. طيب وده مشكلته إيه؟ مشكلته أنه بيأثر على عملية مهمة جدا اسمها عملية التصحيح البصري للمشي. الطفل وهو بيتعلم المشي ضروري جدا يكون بيشوف الأرض وبيشوف رجله عشان يعرف يحافظ على اتزانه وعلى خطوته وهو ماشي. المشاية بتحرم الطفل من الحركة دي وبتخليه ما بيشوفش رجله كويس ولا بيشوف الأرض كويس، فبعد كده الطفل لما بيجي يمشي لوحده بيبقى اتزانه مش كويس. يبقى هنا المشاية ممكن تخلي مشي الطفل بعد كده يبقى مش متزن، أو على الأقل يتأخر على ما يعرف يتزن وهو ماشي. ده السبب الأولاني. السبب الثاني، إن استخدام المشاية بيقوي العضلات السفلية للساقين، يعني بيقوي عضلات الرجلين التحتانية، وبيضعف العضلات الفوقانية اللي عند منطقة الأرداف وعند الفخذين. يعني الطفل هنا وهو ماشي على المشاية بيبقى بيسند أو بيعتمد على العضلات اللي تحت بشكل أكبر، فده بيقويهم، لكنه من فوق بيبقى ساند على المشاية فما بيعتمدش على العضلات اللي فوق بتاعة الأرداف وبتاعة الفخذين، فده بيخليهم يبقوا ضعاف. لما بنيجي نشيل الطفل بعد كده من المشاية علشان يتعود يمشي لوحده بنلاقي ان مشيته ضعيفة ومش متزنة، وبنلاقي ان العضلات اللي فوق بتاعة القدمين اللي عند الأرداف وعند الفخدين بيبقوا ضعاف جدا، والطفل مش عارف يمشي كويس ومش عارفين يشيلوا وزنه. دي برضو المشكلة التانية لاستخدام المشاية. المشكلة التالتة، ان المشاية بتزود المدى اللي الطفل يعرف يوصله في البيت. يعني الطفل في أول سنة لو حتى بيزحف أو بياخد خطوات بسيطة فبتبقى المساحة اللي ينفع يتحرك فيها مساحة صغيرة، فمش وارد قوي إن هو يوصل لحاجات ممكن تضره أو تأذيه زي مفاتيح الكهرباء أو إنه يروح المطبخ مثلا يمسك حاجة سخنة أو يمسك آلة حادة. إلى حد كبير الأم بتسيب الطفل في مكان آمن وبيبقى المحيط اللي بيتحرك فيه الطفل مكان صغير جدا، لكن مع استخدام المشاية هنا الطفل بقى حر ماسك المشاية وبيتجول براحته في قلب البيت. الأم بتعمل شغل البيت أو ملهية في حاجة تانية، الطفل هنا يحط إيده في الكهرباء أو يمسك حاجة سخنة أو أي حاجة من الحاجات اللي ممكن تأذيه. فشفنا حوادث كتيرة جدا مع الأطفال اللي بيستخدموا المشاية. وكمان المشاية نفسها ساعات بتبقى سبب لإصابات الأطفال. شفنا كتير من الأطفال وهم ماشيين على المشاية فجأة المشاية تجري منه جامد فالطفل يقع، وهنا ممكن يحصل كسور أو شرخ أو حتى تمزق للعضلات بالنسبة للطفل. وكمان شفنا حالات كان الطفل بيقع والمشاية بتقع فوقه تخبط في راسه أو تخبط في ظهره، فشفنا إصابات كتير من استخدام المشاية. وده كان السبب الثالث لمنع استخدام المشاية. السبب الرابع اللي ممنوع علشانه المشاية، إن كتير من الأمهات للأسف بيبقوا مستعجلين جدا على إن الطفل يقف وإن الطفل يمشي، فيبتدوا يحطوه في المشاية والطفل لسه عمره صغير عند 6 أو 7 شهور، وده بيعمل مشكلة كبيرة جدا، لأن في الفترة العمرية دي عظم الطفل بيبقى لسه لين، بيبقى لسه ضعيف، ما يقدرش يشيل وزنه. فلما نحط الطفل في المشاية علشان يبتدي يمشي في العمر الصغير ده عظم رجليه ما بيستحملش وبيتني، وده بيعمل تقوس للساقين وبيعمل تشوهات في القدمين، ونرجع بعد كده ندور على دكتور عشان يعالج لنا المشاكل دي. يبقى الأم كان هدفها إنها تعلم الطفل المشي من بدري، بدل ما تنفعه بقى الموضوع مضر للطفل وبوظنا العظم بتاع رجليه وعملنا له تقوسات وعملنا له تشوهات في القدمين ونروح بعد كده عشان ندور على علاج، وبدل الطفل ما يبقى بيمشي بدري لا ده الطفل ده هيقعد ياخد أدوية وعلاج وهيمشي كمان متأخر عن الطفل الطبيعي. علشان الأربع أسباب دولا الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أصدرت توصياتها بمنع استخدام المشاية، وفي كتير من دول العالم بالفعل
منعت استخدام المشاية ومنعت تصنيعها ومنعت بيعها في أماكن بيع مستلزمات الأطفال. وأشهر دولة في العالم عملت كده هي كندا، وكندا عملت كده من سنة 2004، يعني من 15 سنة وكندا منعت استخدام مشاية الأطفال بناء على المشاهدات وعلى الدراسات اللي قالت إن استخدام مشاية الأطفال أضراره أكتر بكتير جدا من الفوائد اللي احنا بناخدها منها. أنا شخصيا بفضل عدم استخدام مشاية الأطفال، وفضل إن الطفل يمشي في التطور الحركي الطبيعي بتاعه. يعني الطفل لما يجيب 6 شهور نبتدي نقعده متسند، عند 9 شهور طفل هيبتدي يقعد لوحده، 9 شهور لسنة طفل بيبتدي يزحف، عند سنة الطفل يبتدي يقف مسنود ويبتدي ياخد خطوات وهو ماسك في الحاجات اللي حواليه، عند سنة وثلاث شهور لسنة ونص يبتدي الطفل ياخد خطوات، وواحدة واحدة تبتدي خطواته تبقى ثابتة وتطوره الحركي يبقى كويس. ان انا اجبر الطفل على انه يتحرك في المشاية علشان انا عاوزه يمشي بدري، او ان انا اجيب له مشاية علشان تساعده على المشي، انا شخصيا شايف ان ده ملوش لازمة، وشايف ان اضراره فعلا اكتر بكتير من فوائده. فانا ما بنصحش الامهات ان هم يستخدموا المشاية في اي عمر للطفل، وسيب الطفل يمشي في التطور الطبيعي بتاعه. هنا في بعض الامهات بيبعتوا يقولوا لي طب ما يا دكتور احنا استخدمنا المشاية قبل كده لطفل عندنا قبل كده، او لاخواته او ولاد عمه استخدموها وفعلا الطفل اتعلم المشي وبقى كويس. لا، مش معنى ان حضرتك استخدمتيها وما حصلش معاكي مشاكل ان دي هتبقى القاعدة العامة اللي لازم كل الناس تعملها. لا، لو ربنا سترها معاك الحمد لله وانت بتستخدميها يبقى كويس جدا، لكن القاعدة العامة هو ان احنا بناخد بالأأمن وبالأحوط بالنسبة للطفل. لما الأكاديمية الأمريكية بتطلع توصيات، دي بتطلعها بناء على دراسات كبيرة جدا وعلى أعداد كبيرة جدا وعلى تعداد وإحصائيات للإصابات اللي حصلت فعليا من استخدام المشاية، فبتبقى التوصيات هنا فعلا مهمة ويبقى من مصلحتنا ان احنا نلتزم بيها. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا على زرار الجرس علشان يوصل لكم فيديوهاتنا الجديدة أول بأول. أشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي، وانتوا بخير وسلام وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.